أنور إسماعيل من مواليد محافظة الشرقية عام 1929، حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للتمثيل سنة 1959، وحصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1960، والتحق بالمجال الفني من خلال أدوار صغيرة، وبالصدفة قابل الفنانة نادية الجندي والتي رشحته للاشتراك معها في فيلم المذبح، حيث نجح وتألق ونال قبولا كبيرا، الأمر الذي جعل الفنانة نادية الجندي تستعين به ثانية. شارك بعد ذلك الفنان الراحل في العديد من الأدوار المتنوعة سواء بالسينما أو المسرح وكذلك التلفزيون، ولعل أبرزها كانت أمام عادل إمام، حيث اشتهر بشخصية عبده القماش، الشخصية التي جسدها أنور إسماعيل خلال فيلم النمر والأنثى، تاجر المخدرات الباحث عن ابنته. كلنا فاكرين الشخصية دي طبعا، عبده القماش مع عادل إمام، ودي هنا مع عزت العلايلي الله يرحم الكل. عزت العلايلي توفي مؤخرا، فنان قدير طبعا. وفي 1989 توفي أنور إسماعيل عن عمر 60 سنة في حي السيدة زينب بالقاهرة في ظروف غامضة، الله يرحمه. ودي لقطات من حياته، وهنشوف مين اللي قال إن هو شقيقه، وهنشوف الحقيقة دلوقتي. قالوا إنه جمال إسماعيل هو شقيقه، انتوا ايه رأيكم؟ ويعد الفنان جمال إسماعيل واحدا من الفنانين الذين تميزوا بالهدوء الشديد طوال حياتهم وكذلك في رحيلهم، فقد اتسمت حياتهم بهدوء الطبع ولم يفتعل أي أزمات، وكان بمثابة الأب أو الخال لكثيرين. ولد في محافظة الشرقية عام 1933، وحاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس عام 1957، وحاصل أيضا على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956. وفي سرية تامة وفي حفل بسيط جدا، تم زفاف الفنان محمود الجندي على ابنة الفنان الكبير جمال إسماعيل، واقتصر الحفل على آيات من القرآن وبعض الأحاديث الدينية. طار بعدها العروسان لشرم الشيخ لقضاء شهر العسل هناك. وقد ارتبط الفنان محمود الجندي بعلاقات طيبة مع الفنان جمال إسماعيل، وكان يزوره في منزله بمدينة نصر على فترات، وهناك شاهد ابنته وأبدى إعجابه بها، وطلب من والدها الارتباط بها بالزواج، وطلب جمال إسماعيل إمهاله فترة من الوقت حتى يستشير العروسة، وجاءت الإجابة في النهاية بالموافقة. الطريف أن قصة زواج الفنان محمود الجندي لم يعرف بها أحد من العاملين في مسرحية السفيرة عزيزة، والتي كان يلعب بطولتها آنذاك الفنان جمال إسماعيل. دي طبعا عبلة كامل، دي كانت زوجة محمود الجندي قبل بنت جمال إسماعيل. ده طبعا الفنان القدير جمال إسماعيل الله يرحمه، وهنشوف أسرار عنه. وكشفت ابنته زينب العديد من أسرار والدها للوطن وتفاصيل أيامه الأخيرة، وهي كالتالي: كان يعاني في سنواته الأخيرة من الضغط والسكر وكذلك ضعف في عضلة القلب، وشهدت حالته الصحية تدهورا بسبب الإكثار من تناول الأدوية، مما تسبب في حدوث خلل مع وجود أنيميا أصلا، فتوفي في 18 ديسمبر عام 2013 بهبوط حاد في الدورة الدموية، كان 80 سنة تقريبا. وجاءت نبأ وفاته بمثابة صدمة كبيرة لأسرته ومحبيه، كونه رحل بالتزامن مع تصوير آخر 7 أيام متبقية له من مسلسل مكان في القصر للفنانة غادة عادل وفادي عبد الغني ومحمود الجندي، فلم يشعر أحد بمرضه إطلاقا، وقام عادل أديب مخرج العمل بإهداء المسلسل لروحه.
وأوصى بدفنه بمدافن العائلة الخاصة بوالدته الموجودة بجوار مهام السيدة نفيسة، فقد كان من مريدي زيارة مسجد السيدة نفيسة ومحبا لجميع آل البيت، وقد نفذت أسرته تلك الوصية بالفعل. جمال إسماعيل ليس شقيقا للفنان أنور إسماعيل ولا تجمعهما صلة قرابة من الأساس، ورغم تداول تلك المعلومة بشكل واسع جدا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بينما أشقاؤهم الموسيقار علي إسماعيل والموسيقي حسن إسماعيل وخديجة إسماعيل ولا تعمل بالفن تماما. كان عاشقا لمجالس العلم ويداوم على حضور دروس الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكان صديقا للشيخ علي الجفري. كان قارئا جيدا للقرآن، وكان أبنائه يستمعون لصوته المميز وقت تلاوته بالمنزل أو عندما كان يصلي بهم إماما، وكان أيضا خطه العربي مميز جدا، فقد علمهم بنفسه اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا. قدم جمال إسماعيل العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، كما شارك في عدد من المسلسلات والسهرات، منها حاجة تجنن وعائلة شلش وليالي الحلمية وبين القصرين والمحروسة، وتوفي عام 2013 عن عمر يناهز 80 عاما. الله يرحمه. وهنا عز جمال إسماعيل، ديت نشرت صورته، وهنا نشرت صورة مع والدها ووالدتها، وكتبت لن يكرره الزمن ولا تقدر بثمن، اللي هي أمها الله يرحمه، كان فنان جميل. أيضا عزة كتبت هذا الدعاء بخط بابا رحمه الله، رحمة الله عليه: اللهم تقبله صدقة على روحه الطيبة وكل من يؤمن عليه. طبعا هنشوف دلوقتي خطه، فعلا خط جميل جدا، وكان كتب برضو من أقواله: عشان تعيش مرتاح انسى الناس ودور على رضا ربنا في كل حاجة تعملها. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا.